فلامينكو هي فكرة كانت تتداول بيني وبين صديقاتي، بيني وبين أهلي. بعدين بيوم وليلة قررت أنه أنا لازم أمشي بهذا المشوار وأحقق حلمي. إحنا بمجتمعنا أو بمنطقة قضاء عانة ماكو مكان خاص للبنات إنه يروحون يجتمعون يقيمون أعياد ميلادهم براحة تامة. ففلامينكو هو مكان آمن للبنات فقط، يجون يأخذون راحتهم بيها، هنا يسوون اجتماعات لهم، يلتقون هنا. الوضع الأمني داخل عانة الحمد لله حيل زين ومستقر، خصوصاً إنه العوائل حيل كثير تطلع بالليل، تصير تجمعات شباب، تجمعات عوائل بالحدائق بفلامينكو. نعم، أنا أفتخر بالمرأة العراقية، ومثل ياسمين يعني أنجزت عمل شيء ترفيهي للنساء، خاصة هنا مناطقنا حيل يعني محصورة المرأة، ما ماخذ راحتها، بس الحمد لله والشكر هسه حيل زين الوضع. كان رد فعل الناس انه اكو بيهم مقبل الفكرة، واكو بيهم لا بالعكس، شوف الدعم من عندهم. اغلبية يجون حتى يكتبوا لي بورقة انه نتمنى لك التوفيق وخطوة حيل حلوة، او يطبوا لي على البيج، بيج فلامينكو حيل شكرا لك لانه سويتي لنا هيك مكان. اتمنى انه النساء اللي يريدون يبدون بمشروع او يبدون بخطوة جديدة في حياتهم خلي يبدون بيها، لانه راح يلاقون دعم من الكل، اكيد راح يشوفون اشياء سلبية واشياء ايجابية. الأفضل إنه يركزون على الأشياء الإيجابية ويمشون بحياتهم، ولا يخافون من كلمة حطمهم أو شيء. بالعكس أنا أستعمل هذا الكلام شيء يحفزني أكثر، قد يخليني بالمقدمة أكثر.